السلام عليكم ورحمة الله. تنتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. انتم ما تتشوفوا هذا الفيديو اللي هو الطاجين بالكفتة والبصلة. تنشدوا المعطيشة، عندنا واحد ثلاث معطيشات ولا اربعة على حساب شعدكم، تنقطعوهم هكايا تنديرهم في هذه الماشينة هذه، كنطحنهم تيرجعوا لهذا الشكل. وغادي البصلة تاعي تنقطعوها بهذه الطريقة. راه كلشي تعرف يقطع البصلة، ولا انا غنوري كاينين المبتدئات اللي ما تيعرفوش ما عمرهم قطعوا البصلة. تنقطعوهم تنشلدوها بهذه الطريقه، وممكن نحكوها ممكن لينا نديروها في هذه الماشينه هذه راه تجي زوينه. وعندنا واحد الطاجين اللي بحال هذا غنديروا فيه شويه تاع الزيت. انا مخلطه هنا زيت الزيتون زيت النباتيه، ممكن ديروا غير زيت الزيتون بوحدو او الزيت الاخرى بوحدها على حساب شنو متوفر عندكم. وغادي نعطيكم مقادير قبل ما نبدا. اللي هو عندي هنا درت الزيت، هذه البصله، هذه المطيشه، عندي هنا واحد 200 او 300 غرام ديال الكفته على حساب اللي عندكم، ماشي شي قياس معين، هذاك الشيء اللي عندكم. واخا 100 غرام ولا 200 ولا اللي عندكم. عندي هنا شويه القزبر والمعدنوس اللي هما كانوا مكونجلين، عندي هنا شويه البازيليك، شويه الملحه، شويه الثومه، شويه البزار، شويه الخرقوم، شويه لابابريكا او التحميره والكمون. نبداو على بركه الله. تنديروا البصله ديالتنا هنا الطاجين هذا ونردوها تشهر، وملي تشهر نرجعوا معاكم. هاد الكفته هذه تنتبلها بديك البصله اللي انا قطعتها هكايا، ونتبلها بديك العطريه اللي عندي هنا، داكشي اللي عندي هنا غير شويه التحميره البزار الكمون وشويه الربيع هكايا تنتبلها. ممكن نزيدها شويه زيت باش تجي رطبه ان شاء الله، تجي فتيه غير شويه ماشي بزاف. الزيت جوج معالق كبار كافيين في كل شيء طاجين. هنا درت معلقه صغيره تنبقى ندير هكا حتى كيتخلط ونشكل كويرات ان شاء الله. بعد ما البصيله ديالنا تتشهر وكتطيح صافي، تنزيدو المطيشه اللي جاتنا بزاف. ممكن ما نديروش كلشي، غادي ممكن على حساب ندير كلشي تجي زوينه. المطيشه هاد المطيشه راهي زوينه، ونخليوها ندير دوك العطريه ديالتي. غنزيد هاد العطريه اللي فيها كلشي، نزيدها دوكا داكشي اللي درت، وتنبقى نخلطو بهاد الطريقه. ونزيد حتى الربيع نزيدو والبازيليك وكاع داكشي اللي عندي، وتنبقى نخلط حتى كيطيب. انا شكلتهم على هذا الشكل هذا، تنتسنى هذيك ديالتي تطيب، الطاجين ديالي طيب فيه البصله والمطيشه صافي. تنبقى نحركو هكا، راه شفناه قريب يطيب. ممكن ندوقو واش خاصو مليحه ولا خاصو البزاف، اللي تيبغي الحار تيزيد الحار ونغطيوه يطيب. نجيو نشوفو نعريو صافي راه طعم. وتنستفو الكفيته ديالتنا هكايا بهذه الطريقه. ونسدو عليه واحد، راه ما كياخذش الوقت هذا، في ربع ساعه توجديه، ربع ساعه توجدي الطاجين ديالك، 5 دقائق توجديه، في 10 دقائق طيب، طاب واحد 4 دقائق 5 هكايا. دركا ثاني نخليه واحد تقريبا 5 حتى 6 ديال الدقائق صافي، ونسدو عليه طيب. نورك عليه شويه بالعاشق باش الكفته ديالتي تهبط شويه طيب صافي. وتنسدو عليه، ممكن كاين اللي كيزيد عليه البيض، انا ما غاديش نزيد عليه البيض، غنخليه يطيب هكا وشويه يمكن نجي ندير له هكايا بلاتي. غنمشي دوكا غادي نقلبهم باش يجيو بنان ويجيو زوينين. يمكن ما تقلبوهمش، انايا غادي نقلبهم بالطريقه ديالتي، تنقلبهم بهذه الطريقه راه ان شاء الله تيجيو زوينين. ممكن ندير جوج فورشيطات، انا ندير تندير بيدي، غادي نقلبهم ولا بعاشق فورشيط نقلبو باش بغينا مساهلين، حتى نعاون بيدي نقلبهم تيجيو رائعين وزوينين ان شاء الله. نسدو عليه ثاني واحد جوج دقائق او ثلاثه دغيا كطيب الكفته، ودغيا تيوجد ساهل ماهل. المره تاعها كانت خدامه وجات من الخدمه وبغات تطيب، ممكن تطيب هذا دغيا. هاد الطاجين تاعنا بعد ما طاب هانكو حطيناه، راه تيجي رائع وتيجي زوين. تنتمنى من الله تجربوه، وان شاء الله تنكون تنفيدكم. والى الفيديو المقبل ان شاء الله.